صباح الخير مشاهدينا، متواجدين اليوم معكم من الويبدر، راح نكون معكم حتى نتعرف اليوم على وجدان فضاء فني، هذا المكان الذي يهدف إلى نشر ثقافة الفنون البصرية من خلال الدورات النظرية والتطبيقية. خليكم معنا مشاهدينا بهذا التقرير، صباحكم سعيد. هذا المكان يعني سمي باسم وجدان نظرا لدور الأميرة سمو الأميرة وجدان الهاشمي في دعم الفن والثقافة في هذا البلد، وأيضا هي المؤسسة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، فعرفانا منا بدورها الفعال على مدار منذ عام 1980 يعني تأسس المتحف، فلغاية الآن وهي في قمة العطاء والله يطول في عمرها. هذا المكان يعني المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة أقام عدة مشاريع مهمة، منها مشروع المتحف المتنقل، مشروع منصة مصنع، مشاريع عديدة الحقيقة، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع وجدان فضاء فني. هذا الفضاء الفني يقدم دورات عديدة كما ذكرت في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والبصرية، وطبعا كل مجال حسب التخصص، يعني احنا يعني المدربين اللي بيجوا في الرسم بيكونوا من أفضل المدربين الموجودين عنا في هاي الطريقة. أيضا احنا بنعطي فرص، بنمنح المدربين فرص للعمل، يعني وفي نفس الوقت نستفيد من خبرات هؤلاء، لأنه لدينا في الأردن الحقيقة عدد كبير من الفنانين في مختلف المجالات، في مجال الخزف في مجال الخزف، في مجال النحت أيضا في مجال النحت، في الجرافيك ديزاين إلى آخره، من كل هذه المجالات نعطيها. في فنون الحفر والطباعة لدينا يعني ما كان متخصصا لهذا الشيء، بالخزف لدينا فرن أيضا لعمل القطع اللي مفروض يشتغلوا عليها، وأيضا في مجالات الفنون خلينا نقول النظرية أي الجانب النظري من الفن أيضا بنجيب متخصصين في هذا المجال. فالحقيقة هذا بالنهاية ينعكس على المستوى، إحنا لا نقيس يعني فعالية هذا المكان بالكم، إحنا ما بدنا كم، إحنا بدنا نوع و التأثير، مدى تأثير ذلك على المجتمع المحلي، وهذا مهم جدا. يعني ربما يكون عندنا الأعداد قليلة، لكن هذه الأعداد القليلة إذا بيكونوا قد يعني تناولوا الفن على أيدي مختصين وبطريقة سليمة، هذا بيحقق أهدافنا. رسالة هذا الفضاء الفني وجدان فضاء فني هو رسالة المتحف نفسه وتحقيق أهدافه، اللي هي نشر الوعي الفني، الثقافة الفنية، تدريب المجتمع المحلي على اللي بيحب من على جميع ومختلف أنواع الفنون، والملائمة والموافقة ما بين الجوانب العملية والجوانب النظرية.